كيهمنا جميع، ما كيهمش فقط الصحفيات المغربيات، كيهم كذلك كيهم زملائنا الصحفيين، كيهم المؤسسات الإعلامية بالمغرب. قمنا بهذه الدراسة تحت عنوان مقاربة النوع الاجتماعي بالمقاولات الصحفية المغربية وحماية الصحفيات، من أجل تسليط الضوء ووضع اليد على وضعية اشتغال الصحفيات المغربيات وإبراز واقعهن المهني وكذلك الحماية ديالهم. هذه الدراسة شاركت فيها 66 صحفية مغربية كيشتغلوا بمختلف المنابر المغربية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الخاصة وكذلك العمومية. وخرجت الدراسة بعدد من النتائج، من بينها هو أنه جل الصحفيات كيأكدوا أنه كاين هناك فرق في الأجور ما بين الصحفية وزميلها الصحفي، بالإضافة إلى أن هناك يعني كتبرز بحد النوع ديال الفرق في تقدير الأداء والمجهود اللي كتقوم به الصحفية. هذه الندوة الصحفية التي ننظمها اليوم تأتي من أجل تقديم خلاصات وأهم ما ورد في دراسة حول موضوع حماية الصحفيات، يعني بشكل عام حول موضوع حماية الصحفيات. الغرض منها أساسا هو الوقوف عند مجموعة من المكامن، نقص الإشكاليات الكبرى المتعلقة بوضعية الصحفيات داخل المنشآت الإعلامية. فهذا المستوى هذا خرجنا واحد مجموعة ديال الخلاصات، مجموعة ديال الأرقام اللي كنقولوا على أنه ممكن تساعدنا لفهم وضعية المرأة المغربية داخل المنشآت الصحفية. وهذا الفهم هذا، يعني الفهم ديال الوضعية ديالها بإشكالياتها، هذا الفهم هذا ممكن يساعدنا على أننا نبلورو في المستقبل القريب أو المتوسط سياسات عمومية داخل الحقل الإعلامي تراعي مقاربات النوع الاجتماعي داخل مختلف المقاولات الصحفية الإلكترونية والمكتوبة والسمعية البصرية.